كل كرشو كتفرقع بالدم، دوك لي بونسمو كلهم كيتفرقعوا بالدم. هذاك الغشاء تقطع وتقطع المصران، سكيل فيه هذوك الميكروبات وداك لاسيل كلشي. الوالد ديالي كان كاكا ديالو كتخرج ليه من فمو من النيف، كيخرجوا من فمو من النيف. من هنا مفتوح، من هنا جايه الفتحه لهنا، غدا لي لهنا، هابطه لي لهنا، دايزه لي مفخضو عنده هنايا في الجند، عنده هنايا في الجند. كيفاش عمليه القلب؟ شوف فين صدقات، صدقات في المصران، صدقات. الطبيب تبع الوالده ديالي قال لها الا بغيتي تسويه ماديه، الا بغيتي تسويه ماديه بناتك شحال باغين؟ حيت حنا غير بنات ما عندوش ولاد، بناتك شحال باغين؟ حنا هذيك العمليات اللي كان دار الوالد ديالك. انا الابنه ديال واحد السيد سميتو حسن الله يرحمه، اللي توفى بسبب خطا طبي من طرف واحد الكلينيك في الرباط في اكدال. الوالد ديالي كان كيعاني من القلب، مشينا على اساس دوزنا ليه تدويزه عاديه على اساس انه غيدير غير عمليه، انهم غير البونطاج غير يسرحوا ليه قلبه. ملي مشينا داروا ليه هذاك كورنوغرافي، لقاو بان ثلاثه العروقه اللي قالوا هما ثلاثه العروقه الرئيسيين ديال القلب مبوشين. ماشي مشكل، خدينا رونديفو ديال العمليه وكل شيء. كنا خايفين، كنا بيسكو هو ديابيتيك وعنده طونسيون، كنا خايفين. ماشي مشكل، دازت العمليه، خرجوا لينا. بقى في الغانيماسيون يومين، من بعد خرجوا للشومبر يومين هو في الشومبر ديالو، وكرشو منفوخه، وكيقول لهم عندي الحريق في مصراني. كيجيو عنده كيشوفوه كيقول ليه لا راه غير كونستيباسيون، عندك غير لي غاز. وكيقول لهم عندي كره، كنحس بكره في جنبي، وكيقولوا ليه لا راه عادي. عطاوه دي فالاك وعطاوه واحد لو سيبو باش انه يدير لي بيزوان ديالو. خرجوه لينا النهار الثاني. تخيل واحد دير عمليه القلب مفتوح، لان الصدر كيتشق وكيتحل وكيجبدوا القلب وكيخدموا فيه. عمليه القلب مفتوح مخرجينه في يومين، لي ديابيتيك ولي سكر. السكر مبغاش يتقاد، من نهار خرجنا هو السكر 3.85، السخانه مبغاش تهبط على 39. منين كنعيطوا لهم كيقول لك لا راه سي نورمال، راه ديابيتيك، جيبيه لورجونس. هما اللي مخرجينو جيبيه لورجونس. خرجوه للدار، بقى عندنا نهار واحد هو عندنا في الدار. لغد ليه كله كرشو كتفرقع بالدم، دوك لي بونسمو كلهم كيتفرقعوا بالدم. زيناه ديناه لورجونس، عيط للطبيب ديالو قال لي ديه لورجونس. ديتو لورجونس، شدوه، داروا ليه سكانير. فهاديك اللحظه نيت انا مور الباب كنسمع، انا والوالده ديالي كنسمع السكانير، كانوا باغيين يزوروه. كيقول ليه، قال ليه واحد الماجور كيقول ليه راه المصران تقطع. كيقول ليه الاخر ما تقولش المصران تقطع، نديرو غيانا سينيالي. الاخر انبو ضميرو قال لهم انا ما نسنيش على غيانا سينيالي. ايفيكتيفمون عطاونا سكانير، عطاونا. من بعد جا الطبيب كيشوف، داروا ليه تحاليل، داروا ليه كيلقاو كاين المصران، كاين المصران وكاين الصفق، هذاك الغشاء، هذاك الغشاء تقطع وتقطع المصران. سكيل فيه هذوك الميكروبات وداك لاسيل كلشي. الوالد ديالي كان كاكا ديالو كتخرج ليه من فمو من النيف، كيخرجوا من فمو من النيف. كلشي بقى كيدي عليه، مشى ليه لي بومون، لان اصلا عمليه القلب مفتوحه راه كيتحل الصدر وكيتحل القلب. كلشي مشى ليه المصران، جبدوا ليه المصران، حلوه، نقاوه، داروا ليه بوش على برا، قالوا لنا راه غيبقى بالبوش، غيخرج واحد المده شويه. عاوتاني نقز ليه الميكروب بلاصه واحده اخرى، حلوه. عاوتاني مشى ليه الميكروب لهنا، جيت فخدو حلوه. مشى ليه الميكروب لجيت الحجر ديالو، حلوه. من بعد تكونات ليه غونغرين غازوز، كتولي تاكل اللحم. رجليه لا بارتي ديال الرجل من الفوق حتى لتحت كلها كتكال. كنقولوا ليهم القلب واش مزيان، كيقولنا لا القلب راه مغشي، ما عمره ما غادي يتقاس. فالاخر الوالد ديالي من بعد شهر ونص هو ديال كل مره عمليه، سد العمليات، ديما مبنج، ديما كيعطيو المخدر، ما كيعقل على والو، ما كيعقل على حتى شي حاجه. من بعد كيتوفى بالقلب كيتفرقع. ما ملي كان واجههم كيقول لك لا ما عرفناش واش خطا واش اهمال. الطبيب كيقول لك انا ما هارب لكمش المسؤوليه، الا كان شي حاجه انا ما هارب لكمش المسؤوليه. كانوا واخدين شيك غارونتي ديالي، نهار مات الوالد عطاوه ليا. كيفاش انهما كما كانت والو شي عطوني شيك بلا ما نخلص والو، بلا ما ندير حتى شي حاجه. بغيت الراي العام يتحرك، بغيت، لان ماشي غير الوالد ديالي، ماشي غير قضيه ديال الوالد ديالي، قضيه ديال الناس اخرين. شحال من واحد كيموت فحال هكا وكيدمصوا، علاش؟ حنت باه فلان فلاني، باه طبيب، هو طبيب لاباس عليه، قاري في فرنسا، قاري، غير اللي عنده ديبلوم كيجي يحل عباد الله. النهار الاول فاش درت العمليه علاش ما درتش مزيان؟ علاش تكون منين وقع الخطا؟ علاش ما غياجاوش؟ علاش خرجوا لينا قالوا لنا هاك وديوه مزروب عليه؟ في يومين مخرجينو لينا، في يومين عمليه قلب مفتوح وديابيتيك والسكر طالع والطونسيو طالع، وخرجوا لينا قالوا لنا ديوه. هو كلب ولا شنو هو؟
وفي الاخر كلشي كيبعد كلشي كيبعد كلشي كيجر لراسو دوك ما عرفناش شكون ما عرفناش شكون ما عرفناش شكون. التكاليف كانوا دي بريزون شارج في الاول السي ان اس اس اللي تحملت كلشي لان مرض مزمن. المره الثانيه هما كان هذاك الشيء اوتوماتيكمون حنا ما كانوا كيقول لنا والو كيديروا دوموند بريزون شارج حنا غير كنشوفوا كتبان لنا 5 مليون في 5 مليون كانوا كيديروا كيديروا مونطون كبير باش يلاه يتحمل لهم هذاك الشيء اللي هما عنده. ما تبقى دوك لي بلازما هذوك الدم لي بروتين هذاك الشيء كنا حنا اللي كنشريو لي سكانر كنا حنا اللي كنديروهم لي غاديو كنا حنا كنديروهم لي زاناليز حنا اللي كنخلصوهم كلشي حنا اشاك فوا سيرو جيبوا ليه الدم سيرو جيبوا ليه بلازما الخطا هما دايرينه حنا اللي كنا كنخلصوه حنا كنا كنخلصوه. في الاخر واجهتهم عاد الطبيب شي شويه وقيل انبو ضميرو شي شويه انبو ضميرو ما بقاش كيقولوا لنا جيبوا 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 ولا هما كيديروا كلشي من عندهم. ولكن من بعد شنو من بعد طرو طغفات كلشي كنا كل مره كندخلو كنلقاوهم مابطين والبلوك ملي كنسولهم كيقولنا لا رابطو غير يبدلوا لي بونسمون هما ماشي كيبطو يبدلوا لي بونسمون هما كانوا كيبطو كيكزروه هما كيكزروه. نهار السيد غسلوه خرج لنا السيد قال لنا هذا شنو من هنا مفتوح من هنا جايه الفتحه لهنا غاده ليه لهنا هابطه ليه لهنا دايزه ليه مفخدو عنده هنايا في الجنب عنده هنايا في الجنب. كيفاش عمليه القلب شوف فين صدقات صدقات في المصره صدقات. ونهار الاول فاش دار هو البيل وما عنده حتى شي حاجه عنده القلب عنده طونسيون عنده السكر هذا الشيء هو اللي كان كيعاني منه الوالد ديالي. ما عمره معنا من المصره ما عمره معنا من شي حاجه ما عمره معنا من شي حاجه. وكنت ملي كندخل كيقول لي الله يرحمه ويوسع عليه كيقول لي فيريفي لبنى فيريفي شوفي داكشي اللي كيكتبوا راه شنو سمعت وشنو سمعت. كنسمعهم قالوا بان يقطعوا ليه رجليه سمعهم وتخيلوا معايا واحد الحاله ديالو كيفاش نفسانيه اللي غتكون هكا. وسمع ديما بالنجاح حنا ما كانش كيعرفنا كون غير مات من النهار الاول العمليه مات ماشي مشكل غنتقبلوها ولكن هذاك التكرفس اللي تكرفس هو اللي درنا في خاطرنا وما ماتش بانا حدانا ما عقلش علينا ما عرف والو ما حس ما كانش كيعرفنا ديما بنج ديما بنج ديما مابطين ولا بلوك مطلعين ولا بلوك ديما مكزور ديما فاتحين ليه ديما 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 يوميا. كنجي للخدمه حتى كيعيطوا ليا كيقول لي اجي ربك هبطوا ولا بلوك حتى ما كيعلموناش حتى كنمشيو حنا بارازار غير كنمشيو بارازار باش نطلعوا عليه ونشوفوا شنو خصو كنلقاو في البلوك ما كيعلموناش. ملي كنقولوا كيقول لك لا رابطنا غير نيطوايو ليه غير رابطنا نحيدوا لي بونسمون وبطنا نديروا لي بونسمون. انا بغيت راي العميد انا ما غاديش نرتاح انا ما غاديش نرتاح حق با بغيتو انا ماشي ماديه ماشي بغيت الفلوس ولا بغيت حق با يرتاح بغيت حق با يرتاح حيت قبل ما يموت وصاني قال لي كرفسوني خدي بحقي خدي لي حقي هادشي اللي بغيت انايا هادشي اللي بغيت. فعلا الطبيب تبع الوالده ديالي قال لها الا بغيتي تسويه ماديه الا بغيتي تسويه ماديه بناتك شحال باغين حيت حنا غير بنات ما عندوش ولاد بناتك شحال باغين. حنا هذيك العمليات اللي كان دار الوالد ديالي كنا تسلفنا وتكلفنا باش درنا ليه باش ما نخليو حتى شي ما بغيتش ندي السويسي ما بغيناش نديو السويسي باش ما يتكرفصوش عليا. قلنا السويسي راه غير كاينين غير لي ستاجير كاينين قلت ندي الكلينيك عند ناس كومبيتون. في الاخر صدق ماشي كومبيتون صدق الوالد ديالي ديتو باش نداويه صدق ديتو قتلتو ديتو على رجليه خرجتو في لومبيلونس ما بغيتش حق با يضيع ما بغيتش حق با يضيع ما بغيتش حق با يضيع. بغيت ناخذ حقه بغيت ناخذ حقه كيما بغى يكون بغيت ناخذ حق با. وهذاك الطبيب فمو كيقول لك ماشي اول عمليه ومشيت باش نهضر معاه مشيت باش نهضر معاه شي يقول لنا غير يطلب منا ماشي تسويه ماديه يطلب منا يقول لنا راه شنو وقع شنو وقع شنو وقع شنو وقع سمحوا لي راه خطا وقع راه هذه غنتقبلوها وغادي نبردو ولكن هو ما غبر كيقول لك مسافر ما كاينش في المغرب خوا. هذاك النهار اللي الوالد ديالي مات في البلوك لي ميدسان كلهم خواو كلهم هزوا طوموبيلاتهم ومشاو بواحد بواحد كنمشي نقلب عليه كيقول لي راه خرج هزوا طوموبيلاتهم ومشاو كلهم هزوا طوموبيلاتهم ومشاو لان عارفين شنو وقع. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.